والدليل على كده نبيل ابراهيم. بعد كده انتوا تاخدوا بطوله دوري وتاخدوا معبودة. بطوله افريقيا كاس الكؤوس مرتين. فده انجاز كبير للجيل ده. كان عندنا اللاين فورورد احنا كنا خمسه علاء نبيل، نبيل ابراهيم، عبوده، ناصر محمد علي، مجدي درويش. يعني شوف اللعيبه دي كلهم هدافين. فكان ما عندناش مشكله، وكان عندنا جمال سالم ومجدي ونبيل عمار واتضم لكم بعد كده حارس المرمى وجالنا علي شحاته من النادي الاهلي. بيل انطوان، انطوان بيل برضه كان خدناه من افريقيا سبورت. وعبد الرزاق كريم برضه، وعبد الرزاق كريم. السنه اللي جه فيها عبد الرزاق كريم كنا بنلعب الزمالك هنا. فكان في فاول ناحيه الوينج ليفت كده. تخيل ان عبد الرزاق لعب الكرة يا كابتن اكنه شاطها فيا. اكنه شاطها في دماغي. وكان اول كانت رجلي تقيله قوي. عبد الرزاق كان لعيب فلتة. فالكرة جت في دماغي كانت في عادل المعمور. طلعت من رجله لدماغي بالظبط. فعرفك ان الكرة تفاهم الكرة. ممكن لعيب من هنا ولعيب من هنا ولعيب من هنا يتفاهموا. لان الكرة فيها تفاهم. هو ده اللي بينقص الفرق. ان يبقى في تفاهم بين اثنين لعيبه، انت كنت بتمسك وتعمل علاء وتوصل للجول بسرعه. مين اللي كان دمه خفيف في الجيل الحلو اللي انت قلته ده كله؟ مصطفى عبده. مصطفى عبده. مصطفى عبده المواقف دي بتاعت الكابتن مصطفى عبده. لا مصطفى عبده ده يعني بيقول حاجات وبيعمل حاجات رهيبه. في تواصل دلوقتي. في تواصل. يعني هي ميزه كويسه ان انت بتتواصل. كابتن شحتة، كابتن جارم، الاسكندريه اتحاد سكندري، شحتة اسكندريه، كابتن جارم، يعني عادل البابلي، كلهم ناس محترمه. وهي دي الكوره بتعمل علاقه كده، علاقه مستمره. الاخلاق والفن اللي بتقدمه هنا في المقاولين العرب.